الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعين الكرام، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحييكم وأرحب بحضراتكم، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. نلتقي بحضراتكم في يوم الجمعة 13 من أغسطس لعام 2021 للميلاد، وفي سادس أيام هذا السباق وهذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان ولي العهد. وفي النسخة الثالثة متابعينا الكرام، على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة خامس الأشواط في هذا الصباح، والذي خصص لفئة الأبكار، ومع تحديات سن الحقائق ومسافة ناهية 3 كيلومتر، نبحر مع مقدمة الشوط ومع سنايد لسالم بن عبد الله بن سعد الهاجري مع المركز الأول المركز الثاني. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل شعار البريدي، من يتقدم مع ثاني الأسماء ويقدم لنا وسام حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، والقدوم في هذه اللحظات والوصول من شعار بن طفلة، من يقدم الراسية عامر بن علي بن عامر الفهيد المري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن التقدم الملحوظ والوصول من شعار بدر بن جزا بن بشير الذرف الشمري يقدم لنا شندارة، انطلقت إلى المركز الأول وغيرت الموازين المركز الثاني شعار البريدي، والمركز الثالث القادمة سنايد بشعار سالم بن عبد الله الهاجري، الراسية تحتل المركز الرابع، والمركز الخامس الذهبة وصلت أو الذهبية بشعار عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان المري. نعود إلى المركز الأول وإلى انطلاقة شندارة وإلى شعار الدولي هو المتقدم في هذه اللحظات، بدر بن جزا الشمري يتقدم مع المركز الأول مع انطلاقة شندارة بشعارها المتميز ومالكها المتميز. بدر بن جزا الذرف الشمري هو المتقدم في هذه اللحظات، ولكن التقدم الملحوظ من الذهبية، الذهبية تقدمت إلى المركز الأول، عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري يتسلل إلى مقدمة الشوط مع أقبالنا على الكيلومتر الأخير والمثير. تنطلق الذهبية مع صدارة الشوط بشعار بن قبعان اللي والله ما منه أمان، المركز الثاني شندارة بشعار الدولي والقادمة وبكل قوة، الراسية الراسية هي المتقدمة مع المركز الثالث عامر بن علي بن طفلة المري يتقدم مع المركز الثالث. يلا يا أخوي حمد روح روح مع النماسي والانتصار. المركز الرابع قدمت في هذه اللحظات وانطلقت مع رابع المراكز وانضمت للمعركة الأمامية بشعار ناصر بن غانب بن ناصر الفهيدي المري يقدم وشيم وشيم، ولكن نعود إلى الذهبية، الذهبية الراسية قادمة وشعار بن نايلة يتقدم بكل قوة، ولكن مرحبا بهذا القدوم وهذا الوصول. وصلت المرشحة نيو كول هي القادمة بشعار هيجن سعودي برونكس للمال قاسم بو ناصر، ولكن روح روح مع شعار بن نايلة، بن نايلة واخر الأمتار يتقدم في هذه اللحظات. ناصر بن غانم بن ناصر الفهيدي المري يقدم وشيم مع آخر الأمتار بهذا العرض الممتاز. التهاني والتبريكات لناصر بن غانم بن ناصر المري على فوز وشيم وحصولها بالمركز الأول. مشكور يا مسعود يا بن نايلة على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز في هذا المهرجان، تهانينا والف مبروك لمالك وشيم ناصر بن غانم بن ناصر المري المركز الثاني. وصلت نيو كول بشعار هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بن ناصر المركز الثالث، وصلت مع ثالث المراكز في هذه اللحظات، ومن احتلت المركز الثالث
سيوف لسالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، والمركز الرابع وصلت غزر ربيع بن علي بن ربيع العجمي، والمركز الخامس متابعينا الكرام نعود بالتهاني والتبريكات لناصر بن غانم المري على فوز وشيم بالمركز الأول، 4:40 30 جزء من الثانية توقيت وشيم، تهانينا وألف مبروك لك يا بن نايلة على هذا الفوز. بينما المركز الثاني ومن حلت ثانيا في هذا الشوط نيو كول من احتلت المركز الثاني لقاسم بو ناصر، تهانينا له وألف مبروك. وتوقيتها الزمني 4:42 19 جزء من الثانية، سيوف ثالثا بشعار سالم بن سعيد بن منانة 4:42 45 أو 54 جزء من الثانية. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مديار لصالح بن حسين بن مانع العجمي، والمركز الخامس وصلت برلين لمبروك بن مانع بو دواز العامر اليامي. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك وشيم على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز، تهانينا لناصر بن غانم بن ناصر الفهيدي المري على هذا الإنجاز.